كما وعدناكم اليوم عبر صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/rayasports سيتم الإعلان عن تغطية قناة رؤية بالنسبة للقاء الكبير الذي سيكون يوم الخميس المقبل بين المنتخب الأردني الأولمبي ومنتخب كوريا الجنوبية في لقاء الرد لتصفيات الدور الثاني لتصفيات الأولمبية المؤهلة إلى أولمبياد لندن. نقول التغطية ستكون على النحو التالي: الاستوديو التحليلي سيبدأ إن شاء الله في تمام الساعة 5:20 بتوقيت عمان، 6:20 بتوقيت عمان طبعا بتوقيت الإمارات. سيكون هناك استوديو تحليلي خاص من أرض الملعب برفقة كباتن نجوم كبار في الكرة الأردنية، الكابتن جمال أبو عابد مدرب منتخب الشباب ومدرب المنتخب الوطني كان نجم الكرة الأردنية، وسيكون كذلك معه الكابتن عبد الله أبو زمع نجم الكرة الأردنية ونجم فريق الوحدات. سيكون هنالك تعليق بصوت الزميل أكرم عودة، إضافة إلى محلل سيرافق المعلق أثناء التحليل هو الكابتن فيصل إبراهيم. سيتواجد في أرض الملعب مراسلين اثنين لتغطية المنتخب الأردني والمنتخب الكوري الجنوبي وإجراء المقابلات قبل المباراة بين الشوطين وبعد المباراة. سيكون هنالك إن شاء الله فقرة تحكيمية خاصة بالحالات التحكيمية بعد نهاية المباراة في الجزء الأخير. تغطية إن شاء الله ستكون مميزة ونوعية وشاملة، إضافة إلى تخصيص حلقتين خاصتين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء للحديث عن هذه المباراة ووصول المنتخب الكوري الجنوبي، إضافة إلى التقارير التي ستشمل منتخب كوريا الجنوبية وآخر الاستعدادات ومنتخبنا منتخب النشامة الذي سيتم التركيز عليه بشكل أكبر على هذه المباراة. نتأمل مشاهدينا أن تكون التغطية يعني تنال إعجابكم، وأن نكون يعني في بداية الطريق في بث مباريات كرة القدم، وفي مثل هذه التغطيات التي تكون حاضرة إن شاء الله عبر قناة رؤية أن تكون باكورة خير وبداية طيبة لنا وإياكم عبر قناة رؤية. نشكركم على حسن المتابعة في إكسترا تايم، على أن نتواصل في برامجنا المعتادة تايم أوت وهاف تايم، ومراسلتنا على إيميل البرامج الرياضية sports@rؤية.tv، ومتابعتنا على صفحتنا عبر الفيسبوك facebook.com/rؤية sports. دمتم بكل خير ومحبة.